السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ان شاء الله تكون خير. فيديو النهاردة جميل جدا الصراحة. فيديو هيفيد كل قنوات الطبخ. بس قبل اي حاجة متنساش لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. تمام. بص بقى، قبل اي حاجة انت هتخش في الديسكريبشن اللي في الوصف، هتلاقي فيه قناة بتاعت واحد صاحبي. تمام. هتخش تشترك فيها، اهم حاجة تشترك فيها يعني عنده عشان نفرحه، هو لسه يعني قناته صغيرة 20 مشترك، وياريت كلكم تخشوا فيها عشان نفرحه. تمام. هنحمل برنامج من على جوجل بلاي او اب ستور، اللينك في الديسكريبشن، اسمه سوبر كوك. هتخش على البرنامج. تمام يا جدعان، بعد ما هتخش على البرنامج اهو كده هتلاقي فيه المشتقات الالبان، او اللي هي الحاجات الالبان اللي عندك، الفيجيتابلز اللي هي الخضرة، الفروتس الفواكه، البيكنج اند جرينز اللي هي الحاجات المخبوزات او كده زي الدقيق او العيش او كده، او الباستا او الرايس اللي هو الرز وكده. عندنا اللي هو السويت. بصوا يا جدعان، انت لو عندك في التلاجة حاجات قليلة جدا، انت مثلا عايز تعمل طبخات فيديو، عايز انت قاعد جعان، قاعد لوحدك جعان عايز تاكل، تعمل ايه؟ ما عندكش غير بيض وحاجات وكده. بص انا مثلا ما عنديش غير بيض ولبن. تمام. مش هنقول بقى موتزاريلا والكلام الفاضي ده، والزبادي اصلا مش بتبقى في معظم البيوت بتبقى موجوده. هنقول عندنا توميتو، وعندنا بصل، وعندنا بوتيتو. تمام. اللي هي البطاطس. وهنقول كمان عندنا الدقيق، وعندنا الباستا. تمام. وعندنا ننزل تحت تختار بقى كل اللي انت عايزه، يعني مثلا انا برضو الزيت هقول فيجيتابل اويل العادي، الزيت العادي بتاعنا. تمام. هنزل تحت اكتر، عندك الصوصات اللي هو التوميتو صوص، توميتو باستا، صلصه، هقول عندي صلصه. تمام. انا اخترت 9 حاجات، هتدوس سي ريسيبس، هيبحث لك بيقول لك بيلدينج يور مينيو، وعندك 645 طبق. 645 طبق اكل تقدر تعمل بيه اي حاجه. اهو كريسبي بوتيتو. عايز اشوف مثلا الطبخه دي، هخش عليها وتدوس على الفيو فول ريسيب، هنخش عليها كده اهو، هينقلك لموقع وهيظهر لك كل المكونات والطريقه وازاي تحضرها، طريقه التحضير. هو بيقول لك جرام من البطاطس. تمام. 3 كوبايات من الدقيق، كوبايه واحده قصدي بيضه واحده، ومعلقه من الملح والفلفل بس اهو كده. كل ريسيب تقدر تشوف ازاي تعمله وازاي تظبطه وكل حاجه اهو. بيقول لك اهو بيل ماش كولد بوتيتوز اند بليس ان لارج بول، اد فلور ايج اند سولت اند بيبر تو تيست كومباين ويل. يعني اهو كل الخطوات دي وبس. مبروك عليك، عملت اكل كده وانت قاعد في البيت وبس اهو. يعني دي التحضير وكل حاجه موجوده هنا، بس انت لو عندك اللغه بالعربيه هيبقى عندك كل الكلام ده بالعربي، لكن انا عندي بالانجلش. تمام. طبعا ده كان نهايه فيديو النهارده، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه. لو انت شخص زيي وبتزهق بسرعه، انزل جيب لك كيس اندومي او 3 جنيه وحطه في كوبايه وما تزهقناش بقى وكل.